أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، بدوها بالعناوين. الخارجية السودانية تعلن رغبة الخرطوم في اتفاق سلام مع إسرائيل، ونتنياهو يرحب بالخطوة. استئناف التفاوض حول سد النهضة وخلافات حول تفسير إجراءات دمج الاتفاقية. تحذيرات لسكان الجزر والمناطق المتاخمة للنيل بالشمالية من زيادات متوقعة في المناسيب. أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي الصادق إنه لا ينفي وجود اتصالات بين السودان وإسرائيل. على المتحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده تطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت. أضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية في تصريح لسكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء أنه ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف وزارة الخارجية السودانية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وصف نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر موقف وزارة الخارجية السودانية بالشجاع. عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا حول تنقيح ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين. وقال عضو وفد الوساطة ديوما توك في تصريح صحفي بمقر المفاوضات في العاصمة جوبا: بدأنا تنقيح الورقة الخاصة بالمنطقتين في القضايا السياسية، وهذا العمل بحسب جدول الوساطة سيستمر ليومين. وعلى صعيد آخر، كشف عضو وفد الوساطة عن اجتماعهم صباح اليوم مع الوفد المفاوض للحركة الشعبية الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وتم الاتفاق على العودة لطاولة التفاوض يوم الخميس. أعلن عضو فريق الوساطة ديوما توك أن التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو سيستأنف خلال اليومين المقبلين. وجاءت تصريحات عضو الوساطة عاقب لقاء جمع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بجوبا بقيادات الجبهة الثورية. أوضح ديوما توك أن لجنة الوساطة وضعت جدولا زمنيا محكم لاستكمال التفاوض بشأن القضايا التي لم تكتمل بعد، وفي مقدمتها مسألة الترتيبات الأمنية في مسار دارفور ومراجعة بعض الأوراق فيما يتعلق بالملفات السياسية والقضايا القومية في مساري دارفور والمنطقتين. وستبدأ جلسات التفاوض بالتداول حول ملفات إعلان المبادئ ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية. وصف الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن عثمان التعايش اتفاق الترتيبات الأمنية في المنطقتين مع الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عقار بأنه خطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق سلام شامل وقابل للاستدامة مع كافة القوى المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا. ووقع وفد الحكومة السودانية المفاوض بالأحرف الأولى على الاتفاق كآخر الملفات المتفاوض عليها مع جناح مالك عقار. وأكد وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ياسين أن انضمام الأخوة بالجيش الشعبي شمال الجبهة الثورية سيجعل القوات المسلحة أكثر تماسكا وأكثر قوة وجاهزية لمواجهة كل مهددات الأمن الوطني السوداني. وقال وزير الدفاع أن السلام من أولى برامج الحكومة الانتقالية، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لاتفاقات أخرى قادمة. في هذه اللحظات السعيدة البهية نحن نحتفي ونحتفل بتوقيع بروتوكول ترتيبات الأمنية للمفاوضات السلام ما بين الحكومة الانتقالية جمهورية السودان والحركة الشعبية الجيش الشعبي شمال لتحرير السودان الجبهة الثورية. هذه اللحظات تأتي ونحن نحتفي ونحتفل بالعيد 66 لقوات الشعب المسلح. تلك القوات الضاربة في العتاقة والعراقة والقدم، وتاريخها يحكي عن النضالات السابقة، وستظل متمسكة بكل تقاليدها العريقة.
من جانبه وصف رئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية تحرير السودان الجبهة الثورية ياسر عرمان توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الشعبية بأنه تاريخي ومهم. وقال عرمان إن الاتفاق يستمد أهميته مما يجري حول السودان. وقال عرمان سيتم تجديد وتحديث البلاد وتطويرها بما في ذلك القوات المسلحة السودانية. هذا الاتفاق اتفاق تاريخي ومهم للغاية، ويستمد الأهمية الكبيرة بتاعته مما يجري حولنا في منطقتنا. انهارت بلدان عديدة نتيجة لفشل منظومات القوات النظامية في هذه البلدان، أما بلادنا السودان فلن تنهار بعد الاتفاق الذي سيعقد بين كافة أطراف عملية السلام، بين كافة أطراف عملية السلام في جوبا. بلادنا سيتم تجديدها وسيتم تطويرها وتحديثها، وبما في ذلك القوات المسلحة السودانية، وسنشارك جميعا في تطوير وإصلاح قوات مسلحة سودانية قوية فاعلة لكل السودانيين. استنفت اليوم مفاوضات سد النهضة بتقديم وزراء الريف الدول الثلاث تصوراتهم للإجراءات التي ستتبع في هذه الجولة. وأوضح بيان صادر عن وزارة الريف السودانية بأن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها للنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الأفريقي. وأشار البيان إلى بروز خلافات تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات وتبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة، وتم اختيار ممثلين قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث. وستتواصل الاجتماعات غدا، حيث تعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها للنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا أواخر الشهر الحالي. اتهم الحزب الشيوعي السوداني حكومة الفترة الانتقالية بالتراجع عن تعهداتها في إنفاذ إرادة الشعب لتحقيق الانتقال السلس لمرفأ الدولة المدنية واستبدالها بإرادة أعداء الثورة. وندد الحزب في بيان صادر عن المكتب السياسي اعتماد الحكومة لعدد من القوانين التي تحد من مشاركة الجماهير وتحد من حريتها في التعبير كقانون جرائم المعلوماتية وعدم اتخاذها أي خطوة لهيكلة القوات النظامية. وقال البيان إن حكومة الفترة الانتقالية بانتهاجها لهذه الأساليب المعادية للحريات وللحقوق الديمقراطية تضع قدمها على حافة السقوط إلى ذات الهاوية التي ابتلعت سلفها. وحمل الحزب حكومة الفترة الانتقالية مسؤولية الانتهاكات والمظالم التي حدثت في عهدها، واتهمها بالتباطؤ في التحقيق في جريمة فض الاعتصام. أكد والي شمال دارفور محمد حسن عرب التزامه الكامل بالتعاون مع كافة أهل شمال دارفور تحقيقا لرغبة أهل الولاية في إحداث التنمية وتحقيق شعارات الثورة. جاء ذلك لدى لقائه المكتب التنفيذي لمبادرة أهل الفاشر التي تهدف إلى دعم ومساندة والي الولاية، إلى جانب تقديم المقترحات والحلول لكافة المشاكل التي تواجه الولاية. بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور مع وفد نظارة الجميلاب وخلاوها مشكورية بتعزيز الجهود الجارية لتحقيق السلام والتعايش السلمي بشرق السودان. وقال الشيخ خلاوها مشكورية سليمان علي بيتاي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن اللقاء مع بروفيسور تاور تناول دور المجتمع في المساهمة في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وإمكانية الوصول لحلول مرضية لكافة المكونات بشرق السودان. الحديث كان يحوي عن حل المشاكل القبلية الموجودة الآن في السودان غربا وشرقا وشمالا في أمور لا تستدعي المراحل دي تصل للمرحلة دي، لكن الإرادة الإلهية وصلته كدي، فجزاه الله خير اتفهم معانا وفهمناه والحمد وشكر لله رب العالمين. وأيضا ما يخص بولاية كسلة في الوالي أكدنا عليه أنه ثباتنا ووقوفنا مع الوالي فليلحق الولاية بأسرع ما يمكن، وجزاه الله خير. ففي الصغيرة والكبيرة كان يتفهم معنا.
دعت اللجنة الخاصة بدراسة أوضاع مفصولي ضباط الشرطة وزارة الداخلية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية بشأن التوصيات التي رفعتها اللجنة منذ أكثر من 3 أشهر. واستعرض أعضاء اللجنة الخطوات التي تمت بشأن الإجراءات والمعالجات التي تم تقديمها في توصيات اللجنة للمجلس السيادي ومجلس الوزراء. وقال عضو اللجنة الوزارية عميد شرطة معاش مصطفى عبد الحميد الصادق أن التوصيات تضمنت 5 مطالب رئيسية، في مقدمتها إعادة المفصولين تعسفيا بجانب إزالة التمكين بقوات الشرطة فضلا عن هيكلة الشرطة والأمن. هذه اللجنة اشتغلت حوالي 9 شهور حتى الآن لم ترى توصياتها النور، رغم أننا نحن في اللجنة رفعناها قبل 3 شهور. طيب نحن بنقول أنه الثورة دي استمرارة بتطلب إعادة الضباط المفصولين تعسفيا. طيب ليه؟ لأنه الضباط المفصولين تعسفيا ديل ناس مهنيين ما عندهم علاقة بأي تنظيمات سياسية. طيب عودتهم بتعمل شنو؟ عودتهم بتعمل أنه الناس لما نعيدوا يجوا راجعين بيكون عندنا قوة بتاع الشرطة محايدة. أطلقت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية مروي تحذيرات لسكان الجزر والمناطق المتاخمة للنيل بأخذ الحيطة والحذر، استنادا إلى زيادات متوقعة في مناسيب نهر النيل تبدأ اعتبارا من اليوم، ما يشكل خطرا على سكان الولاية الشمالية على طول النيل. وتفقدت لجنة طوارئ الخريف بمروي موقع سد مروي ووقفت على الوضع الراهن لمناسيب النيل عند السد. وأفاد مدير سد مروي بالإنابة محمد عبد الله أبو صالح خلال زيارة اللجنة أنه تمت عملية تفريغ لبوابات السد تفاديا للخطورة، وبان أن الزيادات عند السد تفوق المعدلات الطبيعية للمنسوب كل عام. وأضاف أبو صالح أنه ونسبة للمعدل العالي للمنسوب تمت عملية حجز 4 أمتار من المياه بالسد لتقليل خطر الفيضان للمناطق شمال السد. السنة دي كان سنة متميزة عن السنين اللي فاتت، جاء فيها كمية فيضان يعني خلاف المتوقع، وعشان كده حصل تفريغ كثير جدا للموية من السد. عادة نحن بنكون في مستوى محدد في الموية في يعني في كل سنة في فترة الخريف. السنة دي نحن اضطرينا نخزن تخزين إجباري حوالي أربعة متر، يعني عادة ما نحن قاعدين نخزنها في هذه الأيام، خزناها محافظة على الناس الموجودين في داون ستريم خلف السد. استقبل مطار الخرطوم معاناة طبية قادمة من مصر للشعب السوداني، وتشمل المساعدات الطبية المصرية مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية وكافة المستلزمات الطبية بجانب الأدوية المتعلقة بالفيروسات والأوبئة. وأشار السفير المصري بالخرطوم حسام الدين عيسى إلى أنه تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للخرطوم على هذه الشحنة، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة والدعم الطبي والمساعدات الإنسانية بجانب علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة. وكشف عن عدد من الشحنات الأخرى ستعقب هذه الشحنة تصل الخرطوم الخميس القادم من جمهورية مصر، تحتوي على مساعدات إنسانية في كافة المجالات. وهذه الشحنة تحتوي على عشرات الأطنان من الأدوية التي تشمل مخفضات الحرارة والأدوية المضادات الحيوية وكذلك المحاليل وكافة المستلزمات الطبية وكل الأدوية المتعلقة بالفيروسات والأوبئة. وهذه الشحنة تم الاتفاق عليها من بين المشروعات والموضوعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة للوفد المصري عالي المستوى الذي شرف بزيارة الخرطوم الحبيبة في 15 أغسطس الماضي. جدد والي الخرطوم أيمن خالد نمر سعي ولايته لتسهيل الترحيل لطلاب الجامعات من مواقع السكن إلى الجامعات وتوفير الخبز في الداخليات والجامعات. أوجه الوالي لدى لقائه مديرة جامعة الخرطوم فضوى عبد الرحمن علي طه، وجه بتكوين آلية مشتركة لإعداد مسودة شراكة بين الولاية والجامعة لتطوير البحوث العلمية. من جانبها أكدت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فضوى عبد الرحمن استعداد الجامعة للتعاون مع حكومة الولاية في مجال تقديم الاستشارات الفنية، سيما وأن الجامعة تملك بيت خبرة متخصص يقدم الاستشارات بواسطة خبراء متخصصين في كافة المجالات، فضلا عن شراكات الجامعة مع بيوت خبرة عالمية تعمل في ذات المجال.
أكد والي غرب دارفور محمد عبد الله الدوما حرص حكومته لتأمين حياة المواطن وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الموسم الزراعي، ودعا لدى زيارته منطقة مستريا التابعة لمحلية بيضة إلى التعايش السلمي بين المكونات السكانية. وقال الدوما إن المرحلة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة وسيادة كاملة لحكم القانون وتقديم كل المتورطين في أحداث مستريا إلى محاكمات عادلة، ولا مجال لمساومة القضية عبر الديات الأهلية. وأشار إلى تحرك عدد من المنظمات الإنسانية إلى المنطقة لتقديم المساعدات وتوفير الإيواء لكافة المتضررين في الأحداث، وأشاد بقوات الإسناد العسكري التي وصلت الولاية لتعزيز الأمن والاستقرار. نحن مهتمين جدا بالمواطن والمزرعة بتاعته والعودة الطبيعية، دي كلها أشياء مهتمين بها. عشان كده أنا قبل ما أجي جات قوات كبيرة جدا في الولاية وعملت عمل كبير جدا، ومع الأسف القوات دي جات بعد انتهاء مشكلة مستري أو بعد الهجوم عليها. الآن نحن عرفنا من ممثلينكم أنه في تعديات وفي ناس بمنعوا الزراعة وكده، منذ اليوم يكون في عمليات بتاع التمشيط إن شاء الله. وصل إلى مدينة كادوغلي والي جنوب كردفان الجديد حامد البشير وتسلم مهامه رسميا واليا مدنيا للولاية، وتعهد الوالي بالإيفاء بمطلوبات الثورة والعمل على تحقيق أهدافها في محاور تحقيق السلام ووقف الحرب، بجانب الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق الأمن للمواطنين وتهيئة بيئة الاستثمار للاستفادة من موارد الولاية في تحقيق التنمية المستدامة. ودعا الوالي لدى مخاطبته لقاء الفعاليات بكادوغلي، دعا مواطني الولاية لوحدة الصف ونبذ القبلية والجهوية وتعزيز قيم السلم. الأولوية الأولى في هذه الولاية وهي الأمن. أما جنوب كردفان فهي حزب السياسي وبرنامج هذا الحزب هي آمالكم أنتم وطموحاتكم أنتم واستحقاقاتكم الدستورية. أتينا إليكم خداما لا حكاما. إلى الذين اعترضوا على تعييني أقول لهم أنا أحترمكم وأحبكم وأقدركم. وقد فهمت هذه الرسالة في إطار العمل الديمقراطي. بشر والي النيل الأزرق بحضور الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي برنامجا لديوان الزكاة لتوزيع مشاريع إنتاجية بالولاية. وأوضح أمين ديوان الزكاة بالولاية استهدافهم ل 66 ألف فرد ضمن مشروعات تنموية وخدمية وإنتاجية بكلفة بلغت 220 مليون جنيه، يتوقع أن تحقق عدة مقاصد اجتماعية واقتصادية وأخرى تسهم في نقل المستهدفين إلى دائرة الإنتاج الفعلي عبر محاور النفرة المتمثلة في المحور الأفقي بمشروعاته المتنوعة ومحور المشروعات إلى جانب محور الدعوة. هنالك المشروعات والتي نحسب أنها 108 مليون وبعدد 1975 مشروع وب 772 مشروع ل 22 حزمة فيها المشروعات الجماعية والمشروعات الفردية. في المشروعات الجماعية هنالك استهداف مباشر للجمعيات، جمعيات الزراعية وجمعيات الصائدية الأسماك، وأيضا هنالك توزيع الأنعام والكسب المبارك وإسناد بالنسبة للدعاء والتكاتك. السودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. وزيرة المالية تؤكد ضرورة توفير خدمات الري للمشاريع القومية. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعارض بيع طائرات F-35 الأمريكية للإمارات على الرغم من تطبيع العلاقات بينها وبين الدولة الخليجية. وأشار إلى الحاجة للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة،
وصدر هذا التصريح بعد تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرانوت، جاء فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إبرام صفقة عملاقة لبيع طائرات F-35 المتطورة للإمارات في إطار الخطوة التي اتخذها البلد الخليجي الأسبوع الماضي، والتي توسطت فيها واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم ترد السفارة الأمريكية في القدس وممثلون عن حكومة الإمارات على طلبات تعقيب. برأت المحكمة الخاصة بلبنان جماعة حزب الله اللبنانية والحكومة السورية من أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري. جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام 4 من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و 21 آخرين. وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة: ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري، ولكن ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الثلاثاء إن ضابطا روسيا رتبته ميجور جنرال لقى حتفه وأصيب 3 عسكريون بعد انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سوريا. وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات. شنت السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميشيل أوباما هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب، وحثت الأمريكيين على انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر لإنهاء حالة الفوضى التي قالت إنها سادت البلاد في فترة رئاسة ترامب. وفي كلمة حماسية اختتمت بها الليلة الأولى من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، قالت إن ترامب الجمهوري أخذ الوقت الكافي ليثبت أن بإمكانه أداء المهمة، لكنه لم يكن على قدر المسؤولية في دولة ترزح تحت وطأة تفشي جائحة كورونا واضطرابات اقتصادية ومظالم عنصرية. وجاءنا للتو نفت وزارة الخارجية تصريحات سفير حيدر بدوي الصادق الناطق الرسمي باسم الوزارة عن نية السودان وسعيه لإقامة علاقات مع إسرائيل. وأكدت الخارجية أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مراقشته بأي شكل كان. في أخبار الاقتصاد، بحثت وزيرة المالية هبة محمد علي أحمد خلال اجتماعها بوزير الري ياسر عباس على كافة المشاكل التي تواجه وزارة الري والموارد المائية، وأمنت على ضرورة حل جميع الإشكالات التي تواجه العاملين بالوزارة وتوفير خدمات الري للمشاريع القومية ومشاريع الأيلولة الزراعية بالولايات، وأشارت إلى أهمية تهيئة المناخ الملائم وتوفير الموارد والمتطلبات لزيادة الإنتاج وإنجاح الموسم الزراعي. ودعت الوزيرة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والتمويل الأجنبي لإعادة تأهيل البنية التحتية في مجال الري وتحقيق التنمية والاستقرار بالبلاد. وأشار وزير الري إلى أهمية تطوير إدارة المشاريع الزراعية
وتطبيق مبدأ الشفافية تجويدا لأداء الأجهزة الحكومية. طالبت بنوك حكومية بنك السودان المركزي بمنح اللجان الإدارية صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والإسراع بملء الفراغ الإداري بجانب تكوين لجان بالتنسيق مع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ودعم اللجان التسييرية المعتمدة لدى المصارف للاطلاع بدورها في إزاحة التمكين ومحاسبة كل من تلاعب بالمال العام. ودعت مذكرة رفعتها لجان التسيير بالبنوك الحكومية محافظة بنك السودان للإسراع الفوري بالتدخل الإداري لإنقاذ بنك الأسرة من الانهيار، ووقع على المذكرة ممثلو اللجان التسييرية بالبنوك الحكومية. بحثت اللجنة العليا للسلع الاستراتيجية بولاية غرب كردفان تأمين احتياجات المواطن من السلع الضرورية والمواد الاستهلاكية، والتي من أهمها دقيق الخبز والوقود بجانب غاز الطبخ. وشدد الاجتماع الذي رأسه والي الولاية بمدينة الفولة حماد عبد الرحمن صالح شدد على أهمية انتهاج أساليب جديدة لاختيار وكلاء شركات بالخرطوم لتوزيع الدقيق بجانب إعادة النظر في مناديب المحليات وصولا لخدمة تموينية مستقرة. وجددت حكومة غرب كردفان حرصها على تحسين معاش المواطن بتذليل التحديات التي تواجه هذا الشان عبر إصدار حزمة من الموجهات المهمة ومتابعتها. مسألة الوقود ومسألة الدقيق ومسألة والسلع الاستراتيجية مسألة مهمة بالنسبة لنا، اهتمامنا شديد فيها. الآن وضعنا معايير لاختيار وكلاء في الخرطوم، وأيضا معايير لاختيار الوكلاء في المحليات. نسأل الله أن يتم وفق هذه المعايير أن تأتي بوكلاء يعني يخافون الله في المواطن ويكونوا حريصين كل الحرص لتوزيع هذه السلع الاستراتيجية بنفس الروح التي نأمل أن يتحلوا بها. أعلن وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين دكتور محمد يحيى أن وزارته تتجه لوضع ضوابط وقوانين للحد من ظاهرة بيع مخلفات التعدين والممارسات البيئية السالبة. وقال لدى زيارته لولاية نهر النيل خلال اجتماع مجلس تنسيق التعدين الموسع برئاسة والي نهر النيل دكتور آمن المكي ومشاركة مبارك أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، قال إنهم بصدد تكوين لجان متخصصة لإعداد دراسات شاملة لتصنيف وتحديد المخالفات وكيفية التعامل معها بجانب إعداد سياسات وضوابط جديدة في عملية التعدين التقليدي بما يتسق مع جدوى اقتصاديات إنتاج المعدن النفيس ويراعي مصالح المركز والولاية والمناطق المنتجة. المخالفات في البيئة والسلامة وكذلك التحصيل فيما يخص زيادة نسب التحصيل وغيرها، وكذلك ناقشنا أنصفة الولاية ونصيب المركز، وتحدثنا عن تشكيل قوى مشتركة لإنفاذ القرارات الخاصة بمجال التعدين وقضايا كثيرة بتهم عملية التعدين، وأيضا مسألة تنظيم الأسواق وتطويرها حتى تكون متماشية مع التطور الحديث وتكون حافظة للبيئة. في أخبار الرياضة، قال اتحاد كرة القدم السوداني أن الإدارة العامة لبنك الخرطوم وجهت كل فروع البنك بتسليم أندية الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة التي أكملت إجراءات فتح الحساب بالعملة الأجنبية أموالها المودعة من جانب الاتحاد. وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن إدارة بنك الخرطوم اشترطت أن يكون تقديم الطلب للسحب قبل 24 ساعة. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن اتحاده ظل في حالة تواصل ومتابعة للإجراءات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات وإيداع الدعم المقرر من جانبهم للأندية لاستكمال الموسم الرياضي. وسابقا قرر اتحاد الكرة منح كل ناد بالممتاز مبلغ 10,000 دولار، فيما تم منح أي ناد في المرحلة المشتركة مبلغ 6,000 دولار. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. الخارجية تنفي التصريحات المنسوبة لناطقها بشأن العلاقات مع إسرائيل. استئناف التفاوض حول سد النهضة وخلافات حول تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات.
تحذيرات لسكان الجزر والمناطق المتاخمة للنيل بالشمالية من زيادات متوقعة في المناسي. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق، إلى اللقاء.